بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي القنوات الرياضية في كل مكان، أهلا ومرحبا بإطلالة الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هنا الأحساء وهنا الفتح الذي يبحث عن ذاته، وأمام رائد التحدي الذي سجل مع الألباني بيسنيك هاسي أول انتصار على الفيحاء في المباراة الماضية، ليصبح صاحب 4 نقاط من تعادل وانتصار. ومادين الاسكتلندي والحكم الرابع هاتيغورد من سلوفينيا. ميروفان هو الحكم المساعد الاخر في الفيديو، عبد الله العباد هو مقيم الحكام الحكم الدولي السابق. بالتوفيق انطلقت صافرة البرتغالي، بداية انطلاق الجولة السادسة في يومها الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كيف ستكون البداية؟ وكيف يكون حوار الفتح والرائد؟ 4 مرات في تاريخ مواجهة الفريقين من أصل 21 مباراة. علي الحسن، تمريرة رائعة جدا، تسديدة، أخطر كورة، أخطر كورة علي الحسن لتيفيردي المهاجم الهولندي من الجولات الماضية. اللعبات أحمد الزين، لعب كورة جميلة أحمد الزين، لعبها خطيرة أمام الجول، أمام الجول، أمام الجول، أمام الجول، نعم، رائد التحدي يسجل أول أهداف في المباراة، سجل هدف أول رائد التحدي. على اليسار توفيق بوحيمل يتقدم، ياخذ كورته، يلعب الكرة للأمام، خطيرة، يا ولد يا ولد، نعم، تعادل وعاد النموذجي سريعا، عاد الهولندي ليعزف بيديه بل بقدميه، هدف التعادل للفتح. أنظار الزقعان ودوخة، الزقعان، الزقعان، تسديدة، مشاهدي القنوات الرياضية في كل مكان. أطلق الحكم البرتغالي مانويل خورخي سوزا نهاية شوط المباراة الأول. لا تغيير على صفوف فتح الجبال في الفتح، ولا بيسنيك هاسيك الألباني في تشكيلة فريق الرائد. شوط المباراة الأول دخل عز الدين دوخة، بيسنيك هاسيك، عبد الله الفهد، إيزيكيل، ومحمد العمري، ومحمد الدوسري. ممكن تغير المباراة مجرشي متعب والسوادي، هذه كرة للأمام، حولها، تسديدة جميلة. يرجع إلى الفار حتى لو كان أن الخطأ ليس صحيح، ما ممكن يرجع في هذه الحالة باحتساب فاول. فاولات هذه ليست من الأربع الحالات اللي ممكن يرجع لها الحكم. هذه تسديدة من بعيد، برافو برافو. بعد هذا الهدوء أحيانا يكون هناك استرخاء بعض الشيء. شوف شوف شوف، خطير، جول جول، حاولة فتحاوية، الزقعان سريع، فوزير معه، أسرع الزقعان، عرض لكنه أيضا ضغط عليه. الفهد خلص الكرة، أوه، بالخطأ 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 بالخطأ، يا الأخطاء دي فيردي. علي الزقعان يتقدم بخطوات سريعة، سريع، نعم، يتمكن من كورته، يتقدم علي الزقعان، براثون عداء، لعب الكرة العرضية، خطيرة كرة علي الزقعان. ماتياس تقدم، تقدم ماتياس، يحاول يراوغ، يحاول يعدي، لا لا لا، هذا هذا وخيام، وخيام اللي رجع، وجع الخيام بالخط، تسديدة، يا ولد يا ولد، تغطية دفاعية، محاولة، حكم المباراة يأمر بالاستمرار ولا راح يعود الخطأ، لا راح استمرار، انطلق، انفرد، انفرد، راح انطلق على اليسار، على اليسار، على اليسار، حارس المرمى ماكسيم طالع أبعدها، سباق الزمن وسباق مع الوقت والدقائق القادمة. تحولت بالرأس، هذه خطيرة، تسديد، الله 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 على الكرة الأخيرة. محاولة بالعرضية، لعب العرضية، ماتياس خلص الكرة، لا زالت رائدية، لا زال يصر، لا زال على أنه يحاول تسجيل هدف التعادل، يلعب الكرة، مرر للتسديد، للتسديد، تسديده،
ماكسيم كوفال أبقى فريق النموذجي على إصراره، لكن الإصرار والتحدي والتحدي والغاندي جول والغاندي جول والغاندي ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء. هذا هو التحدي، هذا هو التحدي اللي أقول عنه، هذا الإصرار بطاقة صفراء ركلة جزاء أو انتهى كل شيء. ركلة جزاء وفوزير على التنفيذ على اليسار ولا على اليمين، فوزير جول وضعها وعاد بالتعادل، عاد بالتحدي، عاد رائد التحدي. صنعت الشوط الثاني على فكرة الرائد ضيع أكثر من كرة، ولولا تألق ماكسيم كوفال لكان يعني سجل فريق الرائد قبل هذه. شوف 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 فوزير، شوف فوزير، شوف فوزير، مر فوزير من الأول، عرض الكرة محاولة للوصول، هذه المرة يقول كفاية الحكم. ملعب الملعب العرضية العرضية في المحاولة داخل منطقة الجزاء، المحاولة مستمرة، محاولة عند ماتياس، عرض ماتياس بالراس خطير أمام الجول، أمام الجول، راية 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 وتسلل. شوف 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 الكرة، شوف الكرة. وهكذا سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي القنوات الرياضية في كل مكان، اقتسم الفريقان المتعة وخاصة في الشوط الثاني، كانت الإثارة، كانت المتعة، كانت الحسرة يا فتح الجبال الذي أراد أن يعود من هذه المباراة، بل أراد فتح الجبال أن يضع النقاط على الحروف، لكن النقاط لا تريد أن تكتب على أي حرف من الحروف من خلال 15 لقاء. نقطة واحدة على السطر لا تكفي للحاجة ولا تفي بالحاجة.